ضيفنا الكريم الذي نشرف به ضيفا عزيزا ينضم الينا على الهواء مباشره من بيروت، سياده العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي. اهلا بك سياده العميد. اهلا بك وبمشاهديك، يعني واعزي الامه الاسلاميه والعربيه باستشهاد هذا القامه العربيه التي دافعت عن القضيه الفلسطينيه وعن قضايا الامه بشكل جبار وقدرات عاليه. تفضل. قبل ان نصل مع حضرتك لبعض الاسئله المرتبطه بعمق ما جرى، اذا اذنت لنا تكرما يعني ان تنقل لنا كيف تبدو الحالة المزاجية الآن بالنسبة للبنانيين في الشارع أو المجتمع اللبناني؟ لأنه تعلم حضرتك أنه ربما أحد الرهانات التي راهن عليها الاحتلال منذ أن بدأ بتفجير أجهزة البيجر وصولا لاغتيال الشيخ حسن نصر الله، ربما كان يراهن على تشتيت الصف اللبناني وحدوث انقسامات في الصف اللبناني، نزع غطاء الحاضنة الاجتماعية بالنسبة لحزب الله في المجتمع اللبناني إلى غير ذلك. فتكرما كيف تبدو الصورة الآن بكل موضوعية؟ هل هناك حالة من حالات الخوف؟ هل هناك حالة من حالات تباين الرؤى؟ أم هناك حالة من الالتفاف بصدق تحت العلم اللبناني؟ اولا فيما خص الحاله النفسيه لدى المجتمع اللبناني، كانت في الصباح تختلف يعني عند صدور الاعلان، وخصوصا ان الجميع كان يتامل ان، والمعلومات التي كانت تتوفر هي ان سماحه السيد هو بخير ولم يطرا عليه اي مشكله. بعد الاعلان وبعد بيان حزب الله، يعني شعرت الكثير من الناس بالاحباط وليس بالخوف وليس بالتشتت كما يعني ممكن ان يحدث في امور اخرى. اليوم نعم، العباءة التي ينتمي اليها كافة اللبنانيين هي عباءة التفاف حول المقاومة، وليست كافة اللبنانيين، كما يعني يجب ان اكون صادقا بهذا الموضوع. هناك على الاقل ثلثي اللبنانيين هم يلتفون تحت راية المقاومة، ويعني بعد الظهر كانت الأمور تختلف عن الأول، بأن وهذا شعار أطلق في الكثير من في الشارع اللبناني وخصوصا الشارع الإسلامي بشكل عام، أن الرسول قد توفي وتدبرت الأمة، ولا مشكلة في أن يكون أي أحد من هذه القيادات الكفوءة ما تحل محل سماحة السيد. لذلك المسألة اختلفت ما بين لحظة الإعلان والآن. يعني الآن هناك خصوصا بعد ما تم تنفيذ العديد من العمليات بعد الإعلان للمقاومة الإسلامية، اعتبروا أن هذه المقاومة لا زالت قادرة وبخير. لذلك هناك عودة إلى المعنويات نوعا ما، واعتقد ان هذا القطوع الكبير الذي مر على لبنان سيمر بسلاسة كما مر في على الكثير من استشهاد بعض القادة الميدانيين. كعادة لقاءاتنا معك تكون ثرية بالكثير من الأفكار، فاغفر لي مقاطعتك بين الحين والآخر فقط لكي نثير الكثير من الأفكار. حضرتك تؤكد أنه لا تزال اللحمة حاضرة ووحدة الصف اللبناني قائمة، لكن تابعنا خاصة على امتداد اليومين الماضيين دعوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء بعض المناطق في لبنان، وأيضا وكذلك ذلك أيضا مسألة الدعوة لمن يريد أن يذهب إلى سوريا من لبنان، فكيف يستقيم هذا مع تأكيد حضرتك؟ يعني نحن الذين نعيش في المجتمع اللبناني، وأنا أعتدت ذلك على نمط أسئلتك كما أعتدت على نمط الأجوبة حضرتك. يعني نعم، المجتمع اللبناني نعرفه جيدا. الآن أنا يعني أجلس في مدينة طرابلس
طرابلس في الشمال. نعم. وأنا نازح من قريتي، وهذا الاستقبال الذي حظينا به في منطقة الشمال تؤكد أن والانفعال الذي حصل لحظة الإعلان سماح اعلان عن استشهاد سماحه السيد كان انفعال وكانني في الجنوب وكانني كنت في بلدتي، ولم يحصل يعني اي اساءه باتجاه هذه المساله. الجيش الاسرائيلي والعدو الاسرائيلي بشكل عام هو يريد فعلا فك الارتباط بين جمهور المقاومه والمقاومه بحد ذاتها للتفرد بكافه الجبهات المحور واحده تلو الاخرى. اليوم اذا بحال يعني انتكست فعلا جبهه الشمال اي جبهه الجنوب اللبناني، يعني انتكست كافه جبهات محور المقاومة وانتصرت إسرائيل بالفعل. لو تزحزح سماحة السيد على عن يعني قراره النهائي عندما أوضح للأمريكي وللفرنسي المبعوث الأمريكي والفرنسي أننا لن نقبل بوقف إطلاق النار، لن نقبل بأي تسوية في لبنان إلا بعد التسوية في غزة، كان قرار الاستهداف واضحا. وهي يعني اعتقد انها كانت ليس فقط من الجيش العدو الاسرائيلي، هي اليوم يعني اكتشفنا ان هناك طائرات سونار بريطانيه فرنسيه في سماء بيروت لتكتشف مخزونات ما تحت الارض، وهذا يعني هذه الطائرات تنفع في كسونار بالمنطقة التي منطقة الضاحية الجنوبية، لأن هذه المنطقة هي طبيعة رملية وليس أتربة كما هو في غزة. لذلك يعني ما حصل هو كان قرارا دوليا لإزاحة هذا الجبل، الجبل فعلا الجبل الصامد. تمام. لماذا؟ لأنه يعني عندما تدخل على أي انفجار، أي انفجار 82 طن من المتفجرات، يعني أنت تدمر جبلا، وهذا الجبل صحيح أنه تزحزح ولكن فكرته وعقيدته لازالت قائمة في المجتمع اللبناني والمجتمع الجنوبي والمجتمع المقاوم بشكل عام. لكن هنا برضو هناك بعض الأسئلة سيادة العميد. يعني إسرائيل كشرت عن أنيابها منذ مسألة تفجيرات أجهزة الاتصالات البيجرز وغيرها ثم اغتيال بعض القادة وصولا للشيخ حسن نصر الله. هنا البعض تساءل، أليس هناك قليل من التفكير أو بعض الاستعداد؟ يعني كيف يتم الاجتماع بهذا الشكل والشيخ حسن نصر الله هو أكبر قيادة والرأس الكبرى بالنسبة للحزب، كيف يتواجد بهذا الشكل حسب توصيف هذه التقارير الإخبارية لكي يكون صيدا سهلا بهذا الشكل؟ يعني يعني أولا يعني هناك أنا سأكون صريحا جدا معك وسأتناول الأمور بكل مصداقية، وما أعرفه سأقوله. نعم هناك كان خرقا أمنيا كبيرا في صفوف حزب الله. إذا أذنت لي، البعض استخدم توصيف خيانة على مستويات عليا في القيادات. جيد جيد جيد. نعم الخرق في الجهاز الأمني، ولكن الفرد الذي فعل هذا العمل هو خائن. هذا يعني سأقسم فترة الاغتيالات إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت سببها استهتار بعض القادة، يعني عندما تشددوا في الإجراءات الأمنية أصبحت هناك مرحلة واضحة أن هناك من يقوم بالدلالة عليه. تم إلقاء القبض على جهاز أمني كبير، منهم ثلاث مغاربة يهود يسكنون في الضاحية مع أشخاص آخرين. نعم هناك أرجو مرة أخرى أن يتسع صدر حضرتك ليه الحديث هنا عن الخيانة داخل الحزب، قيادات داخل الحزب. نعم
سأتي لك بالحديث، يعني أنا سأتابع مكملا مكملا ما بدأنا به. بالنسبة للخيانة، نعم هناك مصيدة حصلت في إحدى المباني عندما استضيفت في حي ماضي للقائد علي كركي الذي استشهد اليوم مع سماحة السيد. هذا الخرق، هذا المصيدة قد اعتقلوا من خلالها أحد الأفراد الخائنين أيا كان هذا الخائن. وأعتقد أن المسألة يعني كانت توضحت بشكل دقيق أن هناك هذه الخيانة بالاغتيالات السابقة. أما بالنسبة للاغتيال الأخير وهو السيد حسن نصر الله، المسألة أعقد من ذلك، أعقد من خيانة، لأن المسألة لا تخص يعني السيد حسن كشخص. هناك جهاز أمني كبير، ومسألة السونار الموجود في السماء في سماء بيروت كان واضحا انه سيقوم بهذا بعمل ما كبير. نعم، انت تعتقد انه هو موجود في مبنى يعني على الطابق الاول او الطابق الارضي مثلا، هو موجود على عمق 20 متر تحت الارض. هذه ال 20 متر، هذا السونار قادر على اختراق هذه النوع من الاتربة، اي الرمل البحري. بينما مثلا إذا قارناها بمستوى الخنادق الموجودة في قطاع غزة، نوع الأتربة لا يسمح بالاكتشاف طيب على هذا العمق. طيب، لكي ننتهي من فكرة الخيانة، منذ اللحظة التي فجرت فيها إسرائيل أجهزة البيجرز إلى اللحظة التي اغتالت فيها إسرائيل سيد علي الكركي، لأنه ربما هو الأحدث على قيمة الاغتيالات، ألم يكن الوقت كافيا للمسؤولين داخل الحزب لإحداث هذا النوع من المراجعات الأمنية؟ وأنت حضرتك طبعا رجل عسكري وأمني، ألم يكن لديهم الوقت الكافي لإحداث هذه المراجعات الأمنية وتنقية الحزب من الخونة أو العملاء أو الجواسيس أو إلى غير ذلك؟ هذا ما أشرت إليه في عمليات اصطياد الخائن في استهداف السيد علي كركي. القائد علي كركي هو من قام باصطياد هذا العميل، ولكن السيد علي كركي لم يستشهد في عملية استهدافه يومها، يعني استشهد مع سماحة السيد في مكتب السيد في ذات المكان في بعض الاجتماعات في ذات المكان وليس في هذا المكان. يعني ما أقوله أن تغير التقنيات هي كذلك كانت مؤثرة على يعني وجود كم من الشهداء من القادة. نعم، هنا فيما يتعلق بقدرة الحزب، ضيف الكريم، البعض يتحدث على أنه حتى هذه اللحظة الحزب يمتلك ما يمكن أن يوجع إسرائيل ويؤلمها، وربما البعض عاتب الحزب أو عاب عليه بين قوسين أنه لم ينضم إلى المقاومة الفلسطينية مباشرة منذ اللحظة الأولى للسبعة من أكتوبر، وهو الآن يدفع الثمن غاليا. سؤالهم الآن الذي يطرح، أما وأنه الحزب يمتلك ما يمكن أن يوجع إسرائيل، لأنه البعض أحيانا ذهب في تقديراته لقدرة الحزب أنه الجهة الوحيدة في المنطقة التي تهدد إسرائيل تهديدا وجوديا، من الممكن أن يزيل إسرائيل بشكل أو بآخر أو يهدد بقاء إسرائيل بشكل أو بآخر. السؤال، أما وأن الحزب يمتلك هذه القدرة، لماذا يرجئها أو يؤجلها؟ نعم صحيح، يعني هذا سؤال من أذكى الأسئلة التي مرت علي في وسائل الإعلام، وأشكرك على هذا السؤال. أولا فيما خص بداية معارك 8 أكتوبر، ويعني إعلان جبهة لبنان هي جبهة مساندة لغزة وليست جبهة أساسية. يعني إذا احتسبت هذه المسألة في النمط العسكري فقط، يعني من الناحية العسكرية فقط، هناك انكشاف جوي واضح بكافة
جبهات محور المقاومة. الإسرائيلي هو مسيطر على الجو وبكفاءة عالية يعني حتى بامتلاكه طيران كاسر للتوازن في المنطقة، يعني لا يمكن حتى استهداف الـ F-35 التي اليوم هي قادرة على الطيران بسرعة 1970 متر بالثانية، لا يوجد صاروخ مضاد للطائرات بهذا المستوى. هذا واحد. اثنان، أن عندما دخلت حماس ولم تكن تبلغ أي أحد من جبهة محور المقاومة باتجاه غلاف غزة، هذا وضع يعني مبدأ المباغتة والمباغتة في جانبا، يعني مبدأ المباغتة في الحروب هو أساسي. مقارنة بال 73 عندما كان المصري والسوري يقاتلان جنبا إلى جنب في نفس التوقيت، لم يكن هناك توقيتين مختلفين، وأعتقد أن هناك كان اختلاف على التوقيت الشمس بوجه أي جيش من هذين الجيشين، حتى أكون دقيقا في التوصيف لكي يعني أوضح لماذا لم يدخل حزب الله مباشرة في هذه المعركة من اليوم الأول. ثالثا، أن دخول حزب الله الذي هو يعني يبني كافة قدراته على أساس أن تحرير القدس وليس معركة يعني جانبية هنا أو جانبية هناك، هذه القدرات بحال دخل حزب الله إلى بعض المناطق، ولا حتى الآن هو قادر على الدخول إلى بعض مناطق فلسطين المحتلة، وسيأتي الطيران ويقصف هذه العملية وستتراجع، يعني هذا عملية عبثية أم عملية يعني مجدية؟ نعم. المسألة في استراتيجية غير المسألة في التكتيك. نعم لديه قدرات، ولكن القدرات كان ينقصها مسألتين، مسألة جهوزية محور المقاومة وعملية المباغتة. عظيم. ومسألة يعني مسألتين مهمتين كان ينقصهما، هاتين المسألتين عندما افتقدهما حزب الله وافتقدهما محور المقاومة، أعتقد أن كان خيارا استراتيجيا في إدارة الصراع أن يقوم حزب الله بجبهة إسناد. طيب، لأننا نقترب من رأس الساعة وهناك موجز لهم وآخر الأنباء، أختم مع حضرتك فيما يتعلق بالسيد هاشم صفي الدين. الآن وسائل الإعلام تتحدث على أنه أسهمه هي الأعلى لخلافة الشيخ حسن نصر الله، هل لدى حضرتك بعض المعلومات المؤكدة في هذه المسألة؟ لا، يعني لا أملك أي معلومة عن هذا الموضوع، ولكن السيد صفي الدين الذي يمسك الجهاز التنفيذي في حزب الله، يعني أنه هو يعني سأوصفها بطريقة مختلفة، يعني ليس كمثال على القوى الثورية ولكن على الحكومات، هو رئيس حكومة الحزب الله بينما سماحة السيد كان هو رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو ليس لديه القدرة التنفيذية إلا من خلال الوزراء والحكومة. السيد هاشم صفي الدين يعرف كافة ملفات حزب الله، هو لا يعني لا يتدخل في اتخاذ القرار ولكن ينفذ القرار، فإذا هو الأكفأ والأجدر لهذه المسؤولية، بغض النظر إذا كان سيسمى من قبل قيادة حزب الله للأمانة العامة أم لا، بغض النظر إذا كان الاسم هذا نفسه هو سيكون الاسم العلني. طيب. لقيادة حزب الله، وهناك وهناك أمينا عاما سريا لن يكشف عنه إلا بعد انتهاء البرورات الأمنية، أعتقد أنه هو الأكفأ اليوم. نعم. تفضل. بغض النظر إذا كان سيد هاشم صفي الدين أو غيره سيتولى رئاسة الحزب، آلية اختيار الأمين العام الجديد في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الحزب كيف ستتم؟ نعم، هي الأمانة العامة لحزب الله يعني هي مجموعة من الخبراء القادرين على اختيار الشخصية المناسبة، والشخصية ستكون من خلال هذه الأمانة العامة، يعني من مجموعة قادة موجودين يعرفون، ولم يستهدف أي أحد منهم سوى الأمين العام، يعني الأمانة العامة هي بخير وقادرة على اختيار الأمين العام بشكل دقيق وصحيح. هذه
هذه هي الآلية، أمانة عامة، هذه الأمانة العامة هي من تنتخب أمينها العام. عظيم، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد على هذه المشاركة معنا، ودائما نسعد بإطالة حضرتك معنا. خالص شكر لكل ما قدمته لنا من آراء في هذه المداخلة.